السيد النائب حمدي سعد عمر، هو نائب عن المصريين في الخارج ومقره دايما الكويت. سيادة النائب مساء الخير، يعني بالتأكيد من خلال اتصالاتك ومن خلال متابعتك لأوضاع المصريين في الخارج في أول يوم انتخابات، كيف رأيت الصورة؟ مساء الخير يا مصطفى بيه. أهلا وسهلا سيادة النائب. طبعا أنا رحب بيك ورحب بالبرنامج، والنهاردة كان بداية العرس الديمقراطي، العرس الرئاسي، وطبعا كان اليوم فيه مشرف للجالية المصرية بالكويت، والأعداد التي تدفقت على السفارة المصرية للإدلاء بالأصوات، وطبعا يوم كان مزدحم، ولحتى اللحظة اللي أنا أكلمك فيها طوابير متعددة أمام السفارة المصرية بالكويت للإدلاء بأصواتهم ورفع كلمة مصر وسط العالم، بالاتصال اليوم مع معالي السفير في الكويت أسامة شلتوت. النهاردة الفرحة تعم الكويت في تدفق المصريين والأعداد المهيبة التي دخلت على السفارة، ونحن تم التواصل من فريق غرفة العمليات اللي احنا متابعينها مع اخواننا في الكويت، وكل يوم يعني اذا كان هذا بدايه العرس، احنا عندنا بكره السبت والاحد ان شاء الله حتلاقي اعداد كثيره موجوده، وفي حاجه يعني حتفرح فيها على اساس المواطن حاسس بقيمه الوطن وحاسس بقيمه الرجل العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو رفع اسم مصر في العالم والذي حافظ على هذا الوطن العظيم. وأبشرك إن شاء الله حتلاقي الخيرات في صناديق الانتخابات الموجودة داخل السفارة المصرية بالكويت. شكرا لك السيد حمدي عمر عضو مجلس النواب.